مرحبا طلاب ان شاء الله اليوم الجزء الثاني من المحاضره الثالثه راح ناخذه احنا بعد ما اخذنا الماضي البسيط على صفحه واخذنا الماضي المستمر على صفحه وكملناهن رجعنا انه استخدمنا ادوات الربط اللي وظيفتها تربط الماضي البسيط بالماضي المستمر كملنا طريقه الربط وكملنا حل التمرين الاول تمام واليوم وطبعا امتحانها موجود بالقناه التليجرام اليوم ان شاء الله راح نكمل الطرق الـ 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 الاخرى الوزاريه لادوات الربط. فممكن اول وزاري هسه احنا اول طريقه قلناها انه واضع الاسئله ينطي اداه الربط والافعال داخل الجمله ويقول لك تعال حل فانت هنا ما تواجه اي مشكله تباوع على اداه الربط وتشوف شلون تقسم الجمل مستمر وبسيط لو بسيط ومستمر حسب الاداه تمام؟ وبس مجرد تنزل الحل الصحيح للماضي البسيط والماضي المستمر. اليوم الطريقه الثانيه ممكن شويه تكون المهمه اعلى شلون ممكن واضع الاسئله ما ينطيك الافعال الموزعه يعني انت مرات تلقى الفعل مثل ما اخذنا المحاضره اللي راحت مثل هذا المثال يعني قلنا مثلا وايل الي read a ستوري شي arrived هسه هذا المثال طبعا من الطريقه الاولى اداه ربط موجوده وهي اللي راح تقسم لك الجمل الى قسمين اللي قبل الفارزه يم وايل ماضي مستمر واللي بعد الوايل يعني بعد الفارزه عفوا يكون ماضي بسيط هسه هنا أنا الطالب ما يواجه مشكله الافعال هي موزعه فمليون بالميه هذا الفعل نسوي ماضي مستمر وهذا الفعل يصير ماضي بسيط تمام بغض النظر عن الترجمة تجي تطبق هنا لو ووز لو وير الي ياخذ مفرد ياخذ ووز والفعل تخلي له ING reading بعد الفارزة راح تخلي ماضي بسيط الفعل مثبت قياسي او شاذ قياسي فياخذ ايدي بالطريقة الصحيحة ينتهي بحرف الاي نضع له فقط شنو فما بي اي مشاكل تمام هذه طريقه رقم واحد اليوم شويه مهمه مثل ما قلت لكم تكون اكبر بحيث راح انطيكم اداه ربط بالجمله موجوده والجمل مقسمه قسمين بس افعال ماكو الافعال ما موزعه مشموره وين بالنهايه شلون هسه هذا المثال اي فراغ ان ذا بارك أنا فراغ في المتنزه وين somebody فراغ ابول كره أت مي نقطه وبين أقواس ست وكيك تمام إذن من اجي اقرا الجمله اني يعني كطالب بالامتحان الوزاري من قرايتهن اكو اداه ربط اللي هي الوين واعرف انه الوين تقسم الجمل بالشكل التالي هذا راح يكون ماضي مستمر لان بعيد عن الوين وبعد الوين راح يكون ماضي بسيط تمام هذا ماضي مستمر وبعد الوين راح يكون شنو؟ ماضي بسيط وياي بس فعل هسه هنا أنا ما عندي فعل انا ادخل اي ان جي عليه من اخلي اي انجي. ما موجود وهنا أنا ايضا ادخل لي إيدي او شاذ او نفي ما موجود الافعال تكون خارج الجمل تمام زين بهاي الحاله ايش راح نسوي هنا عندنا مهمتين الاولى لازم نرجع نرجع نوزع الافعال يعني نخلي مثلا فعل بالجزء الاول وفعل بالجزء الثاني وهاي المشكلة انه ما يكون عشوائي. يعني لازم الطالب يعرف انه يا فعل يكون مناسب بالجزء الاول ويا فعل يناسب الجزء الثاني وهذا حسب الترجمة. يعني اذا اريد نسولف على هاي الصيغة نقول قد يعطي واضع الاسئلة يعطي أداة الربط تمام داخل الجمل. موجودة أداة الربط داخل الجمل. ولكن الافعال شبيهه خارج الجمل غير موزعه تمام ما موزعه والمطلوب هو هنا المطلوب ارجاع لازم الواحد يرجع الافعال والمطلوب هو ارجاع الافعال الى الجمل بس ها حسب الترجمة يعني مو بالسرة مثلا الاول بالاول والثاني بالثاني لا ممكن بالعكس ممكن الاول ما يصلح بالجزء الاول تمام لان هنا ما موزحن مخليهن مادة خام فانت لازم ترجحن حسب شنو حسب الترجمة تمام وثم ورا ما ترجحن تمام خليها رجحن وبعدين نشوف شو نكمل. هنا نحن لو نعرف نترجم واحد من عدتهن، ونعرف نترجم جزء من الجملة، راح يكون الإرجاع سهل. تمام؟ بس لازم تعرف تترجم. إذا ما عرفت تترجم، ما عنده غير وسيلة واحدة إنه أنت تحفظ تمرين الكتاب. إذا جاك من تمرين الكتاب تعرف الترجمة مستعد يعني أنا راح أجهز لك تمرين الكتاب. تمام؟ تكون أنت جاهز بمستعد أي جملة تجيك منها ذني، تقدر أنت ترجع الأفعال بسهولة. وللعلم واضع الاسئله ابو الوزاري من 2014 يعني من صار الكتاب الى الان ما جايب جمله غير هذا التمرين فتقريبا الاطمئنان راح يصل نسبه 90% تمام؟ فانت تصير مسؤوليتك بس يعني بالترجمه بس الجمل الغريبه الخارجيه وما اكو يعني لان الحرب مع الطالب هي مو بالقواعد بالتسقيط وبالاملاء وبالقطع الخارجيه والى تمام؟ فما يخوف هذا التمرين وما يخوف هاي الصيغه انت عندك افعال لازم ترجعهم ما عندك ترجمه تتقن تمرين الكتاب نسبه 100% وتعيف الباقي يعني انت غير مسؤول لان هاي قدرتك وياي والجمل اللي تجي حتى لا كانت غريبه فاعتيادي 100% سهله لان تكون ماخوذه من يونت 1 يعني من جمل الصحه والاشياء البسيطه عموما تاكد انه ماكو جمله غريبه ان شاء الله ماشي ف هسه لازم نرجع الافعال قلت لك على الترجمه اي اللي هي انا in the بارك في المتنزه وين somebody عندما شخص ما تمام فراغ ا بول بول كره اذا سامح بفتبول او ات مي كره علي وهنا انا عندي ست كنا نعرفه يجلس وكيك حتى لا ما تعرفه المهم كلمة يجلس تخليها ويا الكرة لو تخليها ويا المتنزه اعتيادي الست هنا راح تجي ويا المتنزه تخليها في بالك هسه من جبت فعل بمكان صح الثاني بعد بالجزء الثاني كيك معناتها يركل فصارت هنا يفترض نخلي كيك هسه بعد ما رجعنا الافعال صار هسه قسمت الافعال الى قسمين تمام راح ثم التصحيح. لازم نصححن مو بس نوزعهن. هذه حسب الاداه. اقصد بها اداه الربط. حسب اداه الربط. احنا نعرف ان الوين تاخذ منا ماضي مستمر، فهنا راح نزرع ماضي مستمر. اللي يتكون من ووز ووير واي ان جي. الآي يعامل معامله المفرد قلناها. يعني بس الآي يعامل معامله المفرد بس بحلقه وحده بالانجليزي كله. بس من تريد تضيف الووز والوير تعتبر الآي مفرد. ما عدا ذلك الآي ليس مفرد. يعني من تريد تضيف الدو والدز الآي مو مفرد على الجمع من الضيف الى اخره بالايام الجايه راح نعرف. الآي يعتبر مفرد بس من تريد تعامل الووز والوير تريد تقسمهن وعندك آي الآي يعامل معامله المفرد. ما مع عدا ذلك ما يصير مفرد. تمام؟ الاي بي ثلاث مراحل مره جمع ومره محايد ومره مفرد تمام وياي الاي بي ثلاث حالات ورا ما اكمل هاي السبوره راح احطك اياهم مره جمع طبعا جمع بكل الازمنه جمع محايد المحايد بس بيا الام يعني الاي الوحيد اللي ياخذ الام يعني اذا عندك از وام وار الاي ياخذ ام يعتبر محايد لا جمع ولا مفرد من نتيجة تضيف الام ويعتبر جمع بكل الأزمنة الباقية ويعتبر مفرد بس من تريد تضيف الوز والوير هسه عندي وز ووير فأعتبره مفرد أخلي وز والفعل أحط له آي ان جي. ست ينتهي بصح بعلة بصح فلازم نكرر حرف ال T ونضع ING واللي بعده الوين راح نخلي ماضي بسيط الكيك هنا جملة مثبتة تمام فالكيك فعل قياسي نحول الفعل القياسي إلى ماضي عن طريق إضافة الـ اي دي. هذا الفعل سليم ما بي أي مشكلة يعني فقط راح ياخذ اي دي. فتصير كِكت تمام؟ I was sitting in the park when someone or when somebody kicked a بول at me. كنت جالسا في المتنزه عندما شخصا ما ركل كرة علي، وأنا بالمزمة ترجم لك هذا التمرين حتى تتقن لي اياه 100% مثال اخر على هاي الصيغه وايضا هذا جاي وزاري وي فراغ تو ذا بيتش وين وي فراغ الاود كراش نقطه والافعال يعني خارج الجمل عندنا هير اللي هي وعندنا درايف تمام فكر لي بيها هنا عندنا اداه ربط الوين اعتيادي هذا قالب ماضي مستمر وهذا قالب ماضي بسيط بس ما عندي افعال اخليها مستمر وبسيط لذلك راح اجيب من خارج الجمله عندنا هير وعندنا درايف اكيد تعرفون شنو درايف يقود زين وين اخليها يقود هذا مكان اللي هو البيتش هذا مكان وهنا انا قايل تو ذا بيتش اللي هو الساحل تمام فاعتيادي يقود الى الساحل وهنا انا كراش ارتطام او صدمه فنخلي هيك هير اللي هو يسمع قلت لك اذا تتواجه مشكله بالترجمه ما راح تسيطر غير بس على التمرين تمام زين طالب يسأل يقول أنا بالنسبة لي ما عندي ترجمة وجدتني جملة خارجية وأريد حالي حال الطلاب أحلها شنو اللي أسوي؟ هنا أنا ماكو غير الجازف يعني ما عندنا مشكلة ما عندنا عفوا خيار غير بس المجازفة إنه أنت ما تتلاعب بالترتيب مالتهن نفسهن تجيبهن يعني الأول بالأول ها مجازفة هاي يعني أنت تتحمل مسؤولية بس أبو الوزاري هو عنده خمس جمل أربعة من عتن طبيعيات تمام؟ بس هاي الجملة الوحيدة اللي قالوا بالافعال مالتها. فمليون بالمية يعني وهذا مجازفة انت تتحمل مسؤوليتك كطالب. هو ما راح يجيك بس انت تتساءل واني راح اجاوبك. في حال ابو الوزاري جاب لك جملة غريبة وانت ما سامع بها وتريد تحلى حالك حال الطلاب وما تعرف تترجمها، لا تخربط الاقواس، نفسهن وزعهن بالترتيب. تمام؟ فاجيت انا كطالب بعد ما تدربت على هاي الجملة واعرف تفاصيلها اعرف انه كلمه يسمع ما تصير بالاول وكلمه درايف ما تصير بالثاني لازم اقلبهن تمام نجيب درايف هنا نخليها هنا حتى تصير يقود الى الساحل ونجيب هي هنا اللي هو يسمع الصوت العالي او الانفجار العالي ارتطام العالي بعد ما وزعت الافعال اشوف حسب الاداه احل هاي الاداه اللي موجوده هي الوين تاخذ مننا انا ماضي بسيط ومننا انا ماضي مستمر تمام فنسرع هنا انا ماضي مستمر الـ وي تاخذ وير والفعل درايف نحذف حرف الاي ونضع اي ان جي صارت وي وير درايفنج تو ذا بيتش كنا نقود الى الساحل وين وي هذا الفعل مجرد يتحول المجرد الى ماضي عن طريق الاي دي والشاذ هذا فعل شاذ من القائمه اللي راح نحفظها فالهير هنا ياخذ بس دي لانه شاذ تمام فصارت هيرد الجمله كترجمه وي وير درايفنج تو ذا كنا نقود الى الساحل عندما سمعنا ارتطام عالي تمام اذا في هذه الطريقه يعطي اداه ربط موجوده داخل الجمل والافعال بالنهايه انت لازم عندك مهمتين الاولى ترجع الافعال حسب الترجمه وحسب المكان المناسب بعدين ترجع شنو تحلهن تتدرب وين تتدرب على صفحه 77 بالكراس تمام اللي هي هاي آه لازم نتدرب عليها تمام ونحفظ امثلتها نسبه 100% بشكل مرتب وعندك 217 بالملزمه هذا آه التمرين موجود تمام هسه جينا هنا بوت the correct verb ضع الفعل المناسب ها شوف هنا إن أقول لك ضع الفعل المناسب وياك يعني هو ما مرجحهم انت ترجحهم put the correct verb ضع الفعل المناسب in the correct tense بالزمن الصح وقايل لك past continuous and باست simple الأولى حليناها I in the park when أداة الربط وين قلت لك شلون توزع الجمل هنا أنا ماضي مستمر وهنا ماضي بسيط قلنا الكرة تاخذ يركل والمتنزه ياخذ يجلس حليناها الآي ياخذ وز والست خلينا لها اي ان جي بعد مضاعفة حرف التي لأنه ضعيف صح علة صح ويركل هنا خليناها ووضعنا لها ايدي ككت. المثال الثاني شاذ ليش شاذ سولفنا بي انه قلتنا الافعال ما موزعها بالطريقه الصحيحه قالبهن ويشوف الطالب وياي وي تو ذا بيتش الى الساحل عندما وي الاود كراش تمام عندما صوت عالي وياي فنجيب الفعل درايف نخليه هنا بالماضي المستمر خليت وير والفعل درايف حطيت له ING بعد الوين خلينا ماضي بسيط الهير قلنا عليه شاذ تمام الجمله الثالثه ترجمها وياي they فراغ in the desert when they large snake تعرف شنو سنيك؟ أفعى وعندك camp وعندك سي اعتيادي اولا سي ما تصير بالمستمر تمام ثانيا عندنا الافعى الصور يصير وياها سي اللي معناتها اه يرى فخلينا نقول هنا سي انت من تخلي فعل الثاني انتهى يعني هو راح يروح بالمكان الثاني وهنا نخلي كلمه كامب وياي بعد ما وزعت الافعال بالطريقه الصحيحه راح اروح على اداه الربط اداه الربط اللي عندنا هي وين منا انا ماضي بسيط منا ماضي مستمر فالماضي المستمر واز وير واي ان جي الفاعل جمع نخلي هنا انا وير والفعل ما بي مشاكل فقط نضع له اي ان جي بصير ذي وير كامبينج ان ذا ديزرت ديزرت معناته صحراء فهم كانوا يخيمون يعني نصبون الخيم بالصحراء وين ذي السين سويها ماضي شاذ كلكم تعرفوه so then they were camping in the desert كانوا يخيمون في الصحراء when they saw عندما شاهدوا أو رأوا a large snake أفعى كبيرة جملة رقم أربعة When I فراغ her at the airport في المطار منى a long blue dress يمكن كلمة dress نعرفها اللي معناتها ثوب أو فستان زين نجي هنا ميت نعرف ان الميت معناته يقابل مستحيل يصير ويا الدريس وير يرتدي طبعا هسه انت كطالب اه بالوحده الاولى مو مثل ما انت طالب مخلص الكتاب يعني ليش شيء الهم هسه بالبدايه للترجمه انت هواي راح تاخذ كلمات اه ممكن بالوزاري راح يعني من توصل لمرحله انه انت راح تمتحن وزاري كل هاي الكلمات هي مطروقه عليك بالوحده الاولى ثانيه ثالثه رابعه فلا تقيس مستواك هسه من تروح للوزاري لان تتوق بالبايه الاولى تجمع كلمات تمام يعني بعد اه لا قرر او تقيس من هسه. عندنا هواي وقت وعندك دفتر مال معاني وعندك امتحانات يوميه تمام؟ فهواي راح نحصل كلمات ممكن هاي الاشياء كلها نعرفها later آه on لاحقا. عموما نرجع فكلمه وير اللي معناتها يرتدي راح تكون وير دريس نخلي هنا وير يمها وكلمه ميت اللي هي اعتيادي تحصيل حاصل بالجزء البقع. وين اداه الربط عندنا الاداه هي الوين الوين تاخذ وراها ماضي بسيط فالفعل الباقي نسوي ماضي بسيط الميت بالماضي البسيط يصير مت شاذ راح نحفظه مثل ما قلت لكم الشواذ ما بيها مفر نهائيا لازم كل نحافظهن نسبه 100% واذا ما حافظهن لا مني تخلص ولا من الوزاره تخلص هنا بهذا القالب راح نخلي ماضي مستمر منى مفرد نخلي هنا was تمام لان مفرد ونضع للفعل ing الفعل سليم ما به اي مشكله فقط ياخذ ing was wearing long اخيرا خالد فراغ فوتبول عندنا وين هي فراغ his ankle كاحله وهنا عندي الافعال بلاي وعندنا بريك كواحد ما يعرف بلاي بلاي شنو يلعب وين تخليها ويا من ويا فوتبول يعني هنا راح يكون مكان البلاي المناسب والثاني تحصيل حاصل البريك هنا راح يكون تمام اداه الربط وينها هذه اداه الربط هذا القالب راح يكون ماضي مستمر وهذا القالب راح يكون ماضي بسيط فالفعل بلي حول الى مستمر واز وير خالد مفرد لو جمع مفرد ياخذ وز والفعل نضع له اي فصارت خالد واز بلاينج when وين هي البريك شو يصير بالماضي اخذناها بالشواذ الخمسه الاولى الصير بروك تمام ماشي هل انت جاهز انه ناخذ مثال خارجي تحل لنا اياه خلينا نشوف ماي My... بس عفوا بدي القلم My father the wall when my mother فراغ him وبين أقواس كلمة call و paint ها يا سبعي حلي my father فراغ the wall when my mother فراغ him طبعا بس تعرف جزء الجزء الثاني هو وحده ينفل تمام أمد لك القلم بيا ما تفكر بالحل ها huh. my father the wall where cool. call يمكن هنا كلمة كول أنت تعرفها معناتها يتصل تمام فاعتيادي المذر بمن تتصل كول him اتصور هذا الفعل يصير هنا اداه الربط اللي عندنا هي وين ال فهذا اللي موجود هنا راح يكون ماضي بسيط ال call شلون نسوي ماضي بسيط تخلي له ايدي كولد وقبل الاداه هنا أنا ماضي مستمر تمام was لو وير مفرد لو جمع ياخذ was والفعل اللي ما عرفت ترجمته راح يكون تحصيل حاصل لان الواحد راح لهناك والثاني اجباري يجي لهذا البارت paint انت باضافه الاي ان جي ما عندك بس مجرد تشوف انه اكو مشكله بالجذر حتى تحط الاي ان جي ما عندك مشكله يعني ما عندنا حذف او تكرار او فقط نضع اي ان جي فصارت والدي كان يصبغ الحائط عندما امي اتصلت به تمام سهله الطريقه الثانيه هاي كم طريقه صار عندنا طريقتين تمام ورايحين وياكم على الطريقه الثالثه والطريقه الرابعه احنا عندنا اربع طرق بالموضوع حاليا راح اروح على الطريقه الثالثه الطريقه الثالثه لليوم ما اجت وزاري لكنها موجوده بالكراس انت خذها قاعده كطالب سادس اعدادي لا بال... يعني بالشخص اللي يقول لك مثلا انه اه هذه وزاري وهذا مو وزاري لطالما الماده موجوده بالكتاب فيوما ما تكون وزاري وممكن بالسنه اللي انت بيها تكون وزاري ابدا لا تثق ماكو شيء بالكتاب او بالكراس ما مطلوب وياي الا التمارين اللي هي عباره عن استماع هالتفاصيل اللي اما كتمارين قواعد حتى لو ما اجت وزارة شو تاخذها قاعده انا ما درس ولا الوزاري انا درس قبله فانت كطالب لازم تستعد قبل ما هو يجيب الماده مو بعد ما يجيبها فواحدة من الطرق اللي موجوده بادوات الربط لليوم ما جايه بس ممكن تجي لان وين موجوده موجوده بالكراس شنو فكرتها فكرتها يعطيك نص من الجمله هي مو جملتين يعطيك وحده ويعطيك وياها اداه ربط ويعيف الثاني عليك. أنت تجيبها بالزمن الثاني اللي هو نقص تمام؟ والمعنى لازم يكون تمام ويا الأولى حتى تكون حلقة واحدة. تمام؟ لأن هذا التمرين ما جاي إلى اليوم مزاري أنت كطالب لا تخاف احفظ بس التمارين مال الكتاب. اللي هنا كلهن ست جمل بس وياي وأقدر أنا أرتب لك إياها بحيث أنه أخلي حل لأربعة من عندهم. وياي احنا نضربها هنا بيناتنا لان هو ما راح يجبرك على حل تمام؟ فانت كطالب استعد بين الست جمل احسن ما تضيع ال... هاي الطريقه تمام؟ فالطريقه الثالثه مثل هاي الجمله I was running كنت اركض and فراغ هيش تجيك بالامتحانات الوزارية. وهنا يقول لك complete أكمل the sentence أكمل الجملة from your own منك تمام؟ و put the verb ضع الفعل in past تنس ضع الفعل بالماضي البسيط وياي الملخص يعني ممكن ابو الوزاره شو يسوي قد يعطي جمله الماضي المستمر هل يا ترى بالعكس يعني هو يجيب الماضي البسيط ويخلي عليك المستمر يعني استبعدها تمام فقد يعطي جمله الماضي المستمر واداه الربط هو يطهن ويطلب اكمال عفوا ويطلب ان تكمل تمام الباقي بجمله ماضي بسيط لازم انت تجيب من عندك ماضي بسيط مناسبه وياي تمام وهنا عندنا تمرين راح ناخذه وسيطر على هذا التمرين انت كطالب واعوف الخارجي مثلا اذا اجتك جمله خارجيه يعني حتى لا انت خطات بها خلينا نقول او ما حليتها ضميرك ما راح يانبك مثل ما هي موجوده بالكتاب وانت قارئها تمام؟ فلازم تقراهن وبالاخص انت وراك مدرسه فذن بالمدارس. تمام؟ فهنا عندك لازم ترجمه ما بها مجال، احنا عندنا اربع طرق بالادوات الربط ثلاثه بيها ترجمه بس وحده سليمه اللي هي الاداه والافعال كلها جاهزه وانت عليك بس تحل تمام فهاي الطريقه اللي موجوده هسه حاليا انت لازم تترجم ما بيها مجال تمام وطمئنك احفظ جمل الكتاب I was running كنت اركض انت شنو اللي صار؟ كنت اركض شنو اللي قطع الركض؟ ها؟ اعطيني جمله بها فاعل وفعل ماضي وتكمله بحيث تناسب انه توقف الركض او تصير اثناء الركض. يعني مثلا والدي اتصل علي ماي father كولد مي شاهدت قطه مثلا اي سو ا كات او وقعت اي فيل اوفر او ضربت الحائط اي هيت ذا وول بالكراس مقترح لك ضربت الحائط تمام؟ انت ما مجبر باقتراحات الكراس كطالب تجاوب من عندك تمام؟ فما مقيد بجمل اللي انا معطيك بالملزمه هذا جمل الكتاب كتاب النشاط يعني هاي اقتراحاته بس انت تقدر تغيرهم لان يعني هي منك الجمله فشنو اللي صار من شنو التركض يعني someone called me uh, my phone rang i saw my brother i saw the big tree الى اخره شو تخلي عادي المهم جمله بالماضي فأنا أقترح لك جملة راح أخليها على أربعة من الكراس اللي هي I fail over fail over وسقطت كنت أركض ووقعت وبالتالي عندك توقف الركض تمام يعني هذا الحدث قطعه وياي خذ لك مثال ثاني I was sleeping I was sleeping when وفراغ تمام شنت نايم و او عندما شنو هو عندما انت وصلت عندما دقت الباب عندما انت دقيت عندما مثلا كذا المهم تعطيني حدث بالماضي البسيط تمام when you called me when you called at me أو رانج مي تمام؟ عندما اتصلت بي أو اه اتصلت عليه تمام؟ ممكن نخلي هنا أنا wrong. When you wrong me تمام؟ عندما اتصلت بي اه من هذا النموذج عندنا التمرين تمام؟ راح ناخذه هسه صار عندك ثلاث طرق الأولى أداة وأفعال مقسمة وموزعة وهذا أكثر شيء يجي الثانية عندك ال... ال يعني أنا أنطيك أداة وأنطيك جملتين بس أفعال ماكو أنت تجيبهن وتحلهن. الثالثة أنطيك نص من الجملة وأداة وأنت عليك تجيب الجملة الثانية. تمام؟ هذا عليه تمرين. راح نروح نحله. هذا اللي موجود قدامك. تمام؟ موجود بصفحة 6 بالكراس. وصفحة 10 موجودة بالملزمة. تمام؟ لازم تعرف ترجمته ما بيها مجال وعلى اساسها تكمل تمام I was running and هو يقول لك complete these sentences اكمل الجمل with your own ideas بافكارك put the verbs in the past simple ضع الافعال بالماضي البسيط نجي نحفظهن I was running كنت اركض and شنو اللي صار؟ خمن انت من عندك جملة راح اخلي I fail over كنت اركض وسقطت وين آند مثلا خلينا نقول hit the wall and I saw and I uh, felt uh, tired إلى آخره كل شيء تخلي عادي الثانية I was not looking where I was going لم أكن أنظر إلى أين أنا ذاهب and شو حلو I fail over وسقطت تمام هسه أه تقول لي قابل كلهم راح احفظ عليه هناك وابو الوزاره ما ادري انت حافظها يعني كلهم بجمله واحده انت المهم استعد تجاوب ما له علاقه أه بمن راح تجاوب تمام I was looking I was not looking where I was going لم اكن انظر الى اين ذاهب و I fell over سقطت ثلاثه I was getting ready for school شنت ابدل استعد للمدرسه تقدر تخلي عندما مثلا my mother opened the door عندما والدتي فتحت الباب تقدر تقول I fell over عندما يعني ده ابدل على السريع ووقعت تصير عادي تمام and I fell over ووقعت My little brother أخي الصغير was playing football كان يلعب كرة قدم when شو حبيتها هاي الجملة when he fell over تمام عندما سقط أو تقدر تقول when he broke his, his ankle عندما كسر كاحله when I shouted at him عندما صيحت عليه أي جملة تخليها ما عندنا مشكلة رقم خمسة ما بيها مجال قابل يعني هاي ما تصير بيها فيل اوفر تمام هاي لازم نغير. اي ويز ثينكينج اباوت طبعا ما اعرف يعني هل هل يا ترى راح تجيب هاي الصيغة لان هنا مو صيغة قواعدية يعني كانما تكمل بس كلمات تخليهن بالمكان المناسب. فاصور اذا ارادت تجي تجي نص من الجملة محلول والثاني عليك ما هو. فانت هيك احفظها. Uh, I was thinking about the answer كنت أفكر بالجواب عندما the teacher المعلم أو المدرس suddenly فجأة shouted at me shouted at me صرخ علي تقدر تبدلها يعني مثلا when the teacher asked me او لان احنا خلينا الجواب بعد ما بيها مجال لازم تخلف شيء تمام؟ عادي تصير when the teacher asked me when the teacher called me, called my name, uh, mentioned me شو تخلي عادي تمام؟ ماشي اخر وحده while I was waiting for the bus بينما انا كنت انتظر الحافله هم وقعت ما تصير لان انت تمشي وتوقع هاي مشكله عندك مو بس بالوزاره مشكله عندك حتى بالمشي فعيف كلمه اي fell اوفر نجيب واحده ثانيه آه اني كنت انتظر الباص عندك الوايل موجوده والاداه موجوده عندك بس جمله الماضي البسيط ممكن تقول قابلت مدرسي when I met my teacher أو اي I saw my friend I met my cousin حلوة يعني دائما بالانتظار مال الباص انت تقابل شخص معين تمام فنخلي هنا while I was waiting for the bus بينما انا كنت انتظر الحافلة I met او saw my friend كلش جملة مرتبة وانت دائما لا تميل للصعوبة بايجاد الجمل لان احنا الغايه هو ان تكون تامه بالمعنى فمو الا صعبه تمام وصلنا وياكم للطريقه الثالثه تمام ورايحين للطريقه الرابعه ان شاء الله بالطريقه الرابعه شلون راح يعطينا الجمل يعني راح اكتب لك اياها بالبداية البدايه وعلى اساس اللي موجود راح نشرح يعطينا الجمل كالتالي مثلا سامر هاد his lunch هذا المثال سامر had his lunch الجملة الثانية he saw a bird تمام نقطة وبين أقواس while وهذا ما موجود بالكتاب ولا بالكراس فكرت انه الجمل اثنينات بالماضي البسيط وعندك اداه مشموره برا الجمل عندك هنا عده وظائف تمام ماشي راح نجي بخطوات الحل المطلوب من عندك انه انت وحده من الجمل لازم ترجعها مستمر لو الاولى لو الثانيه حسب قواعد طبعا لازم ترجع وحده من عندك الماضي مستمر فيصير عندك جملتين واحدة بسيط واحدة مستمر وتشوف الأداة وين تريد بسيط لو مستمر يعني حسب ما هي تختار حسب قاعدتها تمام وياي يعني خطوات الحل هنا شلون راح تصير هنا مثل ما قلنا بالطريقة الرابعة قد يعطي جملتين في الماضي البسيط هسه يجيبهن بالماضي المستمر يعني نستبعد هذا الشيء يجيبن بالماضي البسيط كلش راهمات في الماضي البسيط ان المشكله اثنيناتن بالماضي البسيط تمام والاداه خارج الجمل موجوده بالنهايه تمام وهنا المطلوب شنو؟ هو تحويل تمام لازم نحول الجملة يا جملة من عدتين نحولها إلى مستمر شوف أنا عد اثنين وحدة من عدتين صارت بتخطيط يعني واحد مخطط لها ومفكر بها قبل لا يسويها وما تصير مفاجأة يعني ما تصير بلحظة بدون تفكير أو بدون تخطيط وحدة صارت فجأة يعني على الترجمة لازم فالجملة اللي تحتاج تخطيط لازم تصير ماضي مستمر هنا عندنا سامر هاد هيز لانش طبعا احنا راح ناخذ كلمه هاد ألف مره من نهايه الكتاب انه هي الهاد يتناول او تناول بالماضي تصير فسامر تناول طعامه هذه جمله وسامر راى طير يا هي اللي منعتهن ما تصير فجاه يعني اكو واحد ياكل يعني بدون بدون تخطيط بدون ما يدري هو ياكل حاليا لازم خاشوكته لازم وضعه متوجه على الاكل فمستحيل الاكل يصير فجأه. هذا النشاط يحتاج من عندك تخطيط. مثل السياقه، الاكل، الشرب، اللعب، النوم، الدراسه، ال الكلام، تمام؟ والى اخره، اذا كلهم يحتاجون تخطيط. اما دقه باب، يعني انا اذا اسولف دقه الباب. هاي بدون تخطيط. دقه الباب ما دقت تليفون مثلا. او شاهد الطير، او وقعت، او الى اخره، اذا الاشياء شنو؟ لانه ما يحتاج ان تخطيط، فيصير المفاجئ. فاحنا ايش راح نسوي؟ المطلوب هو تحويل اولا هذا المطلوب خطوه رقم واحد، لازم نحول الجملة ذات الحدث المخطط له. اكو نشاط مستحيل يصير مفاجئ بالجملتين. ما يصير مفاجئ. فنحول الجملة ذات الحدث المخطط له إلى ماضي مستمر. تمام؟ وطبعا هذا على الترجمة ما بها مجال. هاي الطريقة تعتمد على الترجمة، لازم نعتمد على الترجمة في معرفة أي النشاطين ذات تخطيط، يكون ذات تخطيط. اعتيادي هذا الأول اللي هو مخطط له مسبقًا تمام؟ يعني مو فجأة واحد ياكل لازم يعرف شاكل ياكل، إنه وقت غدا وهالأشياء قدام الصينية وشغلات تمام. هسه نجي على اليمن، شلون نحول الجملة؟ نبنيها بناء اول شيء الفاعل تمام اللي هو سامر بعدها نضع فعل مساعد لو ووز تعرفون المستمر شلون يصير سامر ياخذ ووز ذا وير ياخذ ووز بعدها نروح على الفعل الرئيسي الماضي نحوله الى مجرد ونحط له اي جي الهاد مين جايه؟ جايه من هاف تمام؟ فنضع للهاف اي ان جي هافينج his lunch تمام شوف شلون صارت الجملة هسه أنا سامر was having his lunch. سامر كان يتناول غداءه الجملة الثانية بالماضي البسيط تمام نكتبها بصفها he saw a bird يعني ورا ما حولنا وحدة إلى ماضي مستمر ونبقي تمام جملة الحدث المفاجئ اللي هو ما مخطط له راح نخليه ماضي بسيط هسه انا هاي الخطوات سويتها اذا اول ما القى جملتين انتشرة تمام واداه بالنهايه مشموره بعيدا لازم وحده من عندنا إياها ياها لتصير مستمر يعني according to the translation الحدث اللي هو planned for it before يعني قبل لا يصير تمام مرتبي له ما يصير مفاجئ سويتها ماضي مستمر صارت عندي جملتين من زمنين وحده ماضي مستمر وحده ماضي بسيط بعدها اشوف الاداه وين تريد موقعها اذا ترهم بالبدايه وبالوسط شو تريد من عندي؟ الوايل ويا من تتحد ويا جمله الماضي البسيط ويا جمله الماضي المستمر الوايل تدخل على الماضي المستمر وين هالماضي المستمر الاولى والثانية الثانيه؟ الاولى فتصير هنا الوايل اذا صارت الاداه بالبدايه ففارزه بالوسط ورا كلمه لانش نخلي فارزه و نحول الفاعل مال الجملة الثانية إلى small letter إذا كان فاعل مو اسم علم مثل سامر وغير سامر تمام؟ الأسماء العادية والضمائر تتحول إلى small فصارت جملة مرتبة مربوطة بينما علي بينما سامر كان يتناول غدائه شاهد طيراً ونقطة في النهاية هاي الطريقة ما عندنا لا بالكراس ولا بالكتاب موجودة ب 2014 اثرائية ابو الوزاري اول ما صار الكتاب، طبعا مو كلش منظمة الاسئلة الوزارية يعني الطالب هسه من يريد يحكم على النظام الوزاري يحكم من 2019 وصاعد. بال 2014 ما كانت الطرق تقريبا يعني منظمة، فواحدة من الطرق اللي موجودة هي هاي. ملخصها انه انت عندك جملتين بالماضي البسيط وعندك أداة ربط. مهمتك شغلتين. تلقى يا هي الجمله اللي لازم تصير مستمر تحولها الى مستمر صار عندك ماضي بسيط وماضي مستمر وتجيب الاداه تربط بها وها هي تمام معرفتك لجمله الماضي المستمر اعتيادي تعتمد على الترجمه لازم انت عندك ترجمه المثال اللي اجى بال2014 هو هذا تمام شريفه did not drive very fast. نقطة The child run into the road. و منطيني وين؟ ادات وين؟ اعتيادي هنا جملتين بالماضي البسيط شريفة did not drive very fast. the child run into the road. وطاق بالنهاية أداة الربط وين. إحنا كنا نعرف إنه الوين هي أداة ربط تربط الماضي البسيط بالماضي المستمر. هنا أنا عندي جمل ما جاهزة. اثنيناتهم ماضي بسيط. فالمطلوب من عندي هو لازم أحول جملة الحدث المخطط إلى إلى ماضي مستمر. زين يا هو مخطط إلى الدرايف أنت روح على الفعل شوف الفعل شنو هو سياقه درايف لو ران انتو ذا رود الطفل عبر ال... الطريق اعتيادي السياقه يعرف انه هو قاعد ورا الستيرن تمام ويعرف انه هو بالسياره وجاي يمشي اذا هذا حدث شنو؟ هذا ما يصير مفاجئ سياقه الاكل الشروب اللعب الدراسه النوم المشي اذا ما يصير المفاجات فهذا الحدث مخطط اليه على الترجمه طبعا واللي ما عنده ترجمه شو يسوي؟ يحفظ يحفظ كلمات ايش عندك من من, من واحد ستة 1/6 من هسه لحد 1/6 اللي جاي بالسنه الجايه، اذا انت ما تحفظ يعني انت ما رايد ما رايد تحل هيك جمال، تمام؟ فتحفظون وتصيرون سباع وتصيرون حبابين بنفس الوقت، تمام؟ فلازم تحفظون كلمات. وهذه الطريقه مو كلش بالاهميه القويه بحيث انه جت سنه واحده فقط، تمام؟ عموما خلينا نشوف إذا هاي الجملة لازم نحولها إلى ماضي مستمر. ننزل الفاعل اللي هو شريفة. نضع لووز وير شريفة مفرد ووز. الجملة منفية فنضع نوت على الووز was", ووزنت. تمام؟ زائد نحول الفعل هو لقيته مجرد حول ING. driving very fast فارزة نخلي ها عفوا هسه ورا ما كملت ماضي مستمر خلصت أه. نجي وين؟ نجي ننزل الجملة الثانية اللي هي the child run أنتو the road ماشي؟ صارت عندك جملتين واحدة ماضي مستمر وواحدة ماضي بسيط تمام؟ نجي على اداه رابط شو تريد من عندنا؟ وين تروح؟ لازم نشوفها وين تروح؟ وين المكان؟ لازم بالمكان المناسب ويجي وراها الجمله المناسبه. الوين تجي بالبدايه وبالوسط وتاخذ وراها جمله الماضي البسيط. فهسه يا جمله من عندها الماضي بسيط راح اخليها قبلها تمام؟ هذه ماضي مستمر. الماضي مستمر ما يستقبل وين قبله فمو هنا أنا مكانها وين يصير قبل جملة الماضي البسيط تمام؟ فهنا راح يكون مكان الوين تمام؟ وصير الجملة بالشكل التالي أكو طلاب يقول يصير أنا أبدل الجمل يعني أخذ الثانية أخليها الأولى والأولى أخليها الثانية يعني أتلاعب بالترتيب صراحة ما يأثر حتى لا تلاعبنا بالترتيب ما يأثر المهم تخلي الجملة ذات الحدث المخطط إلى ماضي مستمر وتخلي الأداة بالمكان المناسب حسب قواعدك اللي اخذتها تمام وياي فصارت الجمله الشريفه was not driving very fast شريفه لم تكن تقود السياره بشكل سريع عندما عبر الطفل when the child run into the road تمام هذه طريقة ما عليها تمارين انا عندي تمرين موجود بصفحه 10 راح تلقوه بالملزمه تدريب لك تمام لكنه not existed هذا المثال مين ماخوذ يعني هذا المثال اللي جاي اثرائي بال2014 مين ماخوذ ماخوذ من تمرين صفحه 5 بالكراس نقطه رقم 4 تمام وانت عندك بالملزمه صفحه 9 وياي اللي هي لسوء لحسن الحظ لكلي شريفه هي نفسها فانت كطالب اطلع عليهن زياده اعرف معانيهن زياده حتى خاف وحده من عتن يفسخها مره ثانيه انت كطالب تعرف ماشي. خلينا ناخذ لك مثال ونعيفه ما حلول انت تحله. شي بلايت تنس نقطة شي broke her right arm وهنا أنا بين أقواس خلينا هنا while تمام مثال ثاني she told us to be quiet We made too much noise. يعني واحد يسوي هوسه يسوي هوسه يعني يحشون صوت عالي مثلا او طقطق او كذا ويجي واحد يقول لك يقول لك اسكت هاي كلمة اسكت شنو؟ حليت هاي تمام؟ وين انا بين اقواس خلينا أه كيفك وين او وايل نفس الشيء ما ياثر تمام وياي هاي هنا انا مثالين حلوين لنا اياهم ولا ظل ما عندنا معاني ما عندنا معاني ما عندك معاني حط لك دفتر تمام وبلش اقرا معاني هوايه انا راح اعطيكم منها هيك معاني مال التسقيط وتوصيل واضافات واملاء واصلا ماده اضافيه اعطي معاني بها هوايه اعطيكم معاني فانت لازم تقرا تمام ماشي وهذا عليه ايضا اختبار اه راح ينزل بالقناه التليجرام ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وليهنا خلصنا شرح الماضي البسيط والماضي المستمر وادوات الربط وكل تفاصيل الطرق الوزاريه اللي تأتي وياها